وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتهاماته لإيران بعدم الشفافية فيما يتعلق بالأعداد الحقيقية لإصابات ووفيات فيروس كورونا. وأكد ترامب استعداد بلاده لتقديم معونات لإيران لمساعدتها على التعامل مع الجائحة إذا طلبت طهران ذلك. إذا كانت إيران بحاجة إلى المساعدة للتعامل مع فيروس كورونا فأنا أريد المساعدة. من الواضح أن الأرقام التي أبلغوا عنها لم تكن أرقاما صحيحة، وإذا كانوا بحاجة إلى أجهزة تنفس فلدينا الآلاف من الأجهزة متوفرة حاليا.